النهارده بقى ممبار. انا جبت الممبار اهوت وغسلته ونضفته كويس اهوت، طبعا مش عشان وقت الحلقه وكده مش هنضفه قدامكم. غسلته بملح وخل وليمون، هو فيه دهنه فانا سبت الدهنه اهي بره، عايزه تدخلها جوه ده حاجه بقى ترجع لك تاني، هذا اختيار يعني، بس عشان ما يلضنيش بس في الحشو يبقى حشو سهل. وجبت الخضار اهوت غسلته ونضفته كويس، لما نضيف ابيض عامل ازاي تنضيفه كويس جدا. وعندي بقى التوابل بقى، ملح، عندي نعناع، نعناع مجفف او نعناع اخضر اللي موجود عندي، عندي شويه قرف، ربع معلقه قرف، معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه فلفل اسمر، ومعلقه كبيره ملح. عندي الخضره بقى، الخضار بتاع المحشي، شبت وبقدونس وكزبره، وعندي الطماطم وجبتها قطعتها قطع، ها غسلتها وقطعتها، وعندي صلصه، معلقتين صلصه، فنجان زيت، وعندي الطماطم البصل قطعته نعمله ني في ني مش هقل انا، وعندي سمنه او زبده اللي انت بتحبي تفضليه. وقت بقى هحط التتبيله كلها على بعضها ني في ني كده من غير لا تقليه ولا اي حاجه، واقلب كله مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، انزل بالتوابل اهيت، بسم الله الرحمن الرحيم، انزل بالبصل، نحط كله على بعضه. الرز ده غسلته ونضفته، هنزل بالخضار، كل ده على بعضه بيبقى جميل، وهتجربيه يبقى طعمه جميل، بيبقى خفيف كمان وجميل. الزيت اهوت، الصلصه، نحط كل حاجه على بعضها. هنزل بقى بالطماطم صورة متقطعة قطع، هقلب بقى كل الخلطة دي على بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم، هقلبها بقى بإيديك، تقلبها بمعلقة، المهم كل التوابل تخش بعضها. الريحة طالعة جميلة، ريحة الخضار والبصل. جربي بقى الممبار كده بقى وهتدعي لي بقى، متنسلوش بقى في دعواتكم. نجيب الخلطة كويس مع بعضها، شايفين؟ ناكلوا أحلى ممبار بقى. هكون معلقة بقى على حلة حاطه فيها شويه ميه، مستوعه كده ميه يعني، ميه، وبعدين احط فيها بقى البصل، تتبليها بقى ورق لورا، قرفه، انا حاطه هنا برده ربع معلقه قرفه، اقول لكم عليها. احط بقى في الميه بقى اللي هنسلقها فيه، ميه عاده اذا كنا تسلقي لحمه يعني، هتسلقي فراخ، حط فيها بصله، حط فيها جزره، تبهريها، وملح وفلفل، شوية حبة هن وشوية قرفة كده بقى، انا هبتدي احشي الممبار. هستنى انا بقى اقلب التقبيلة دي كويس بقى، تحليها كويس. انا ما بحبش البس على فكرة، ما بعرفش اشتغل بالجواب. واللي عايز يشتغل بجوابته عادي مش مشكلة يشتغل، انا مش بعرف اشتغل بالجوانت ده خالص. اقلب التتبيله برده كمان مره كده بدي، عشان لو في قطعه سمنه ولا حاجه زبده ولا حاجه ايه متوهه في الرز
عشان تدخل كل الحشوه بعضها. هبتدي بقى تحشي. جيبي بقى تحشي كده ماشي، تحشي بقوم ماشي. بقى ده قمعه هنحطه فيها، هي سهل عليكي اول حشوه ها. او تجيبي ازازه وتقطعيها وتاخدي شوفوا بقى حشو كده بالقمع ده جميل قوي. يلا بقى جربوا بقى وقولي رايكم. لما تيجي تحشي بقى الممبار ما تحشوش، ما تمنوش قوي عشان بيزي، لما يستوي الرز هيزي. يعني دايما ايه لما تيجي تقطعي بقى تقطعي انا حتى القطعه يعني مش كبيره قوي. بس فكره القمه ديت فكره جميله. شايفين كده حشيت اهوت، ابتدي ابطط كده عشان مش عايز احشي قوي عشان ما ينفرقعش في الميه اهو. مبطط اهو شايفين الطبططه دي، مبطط اهو يعني مبيبقاش حشينه قوي. ابتدي بقى احشي بقى كده كله بقى زي ده ناحية التانية اهو. دي الأم بقى تزقي تزقي له كده عشان يعدي. ماشي بدي كده شايفين هنا بقى كله كده نفس الطريقة دي على ما نخلصه كده حشو بقى كل المية ايه غلت اللي هحطه فيه. يبقى من الناحية التانية اهي تقابل الجهة التانية. حطينا بقى التوابل بتاعته الملح والفلفل والكمون وقرفه، وحطينا بصل متقطع طماطم متقطعه معلقتين صلصه وفنجان زيت ثلاث اربع معالق زبده او سمنه اللي انت بتفضليه، وحطينا قطعه الشطه دي اختياري شطه خضراء شايفين. عايزه تقصريها بقى عايزه تسيبها طوله كده هي هتلم بقى تبقى كحكه دي، دي بيبقى كحكه دي. ده بقى اما بيستوي ده بقى بيلم بيبقى دايره كده جميله شايفين. ده احنا نحشيه كله زي دي كده اهي. حطيت فيها ميه، حطيت فيها رشه كوز طبطيب اهي، حطيت فيها حبهان ورق لورا وبصله وجزره، وحط بقى قصه الممبار بقى حشيته اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم ابتدي بقى تقصته اهوت. هتحط كده مقفولين اهو اقفيل كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم سمي كده الله صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما صل على النبي سيدنا وصحبه ما شاء الله لا قوة الا بالله. بس بقى اهم حاجة وانت بتحشي ما تحشيش ما تمليش رز قوي. ابتدي بقى تسقطش كده اهوت اهو. حط له الملح بقى معلقه ملح كده الاخر يعني قبل ما يستوي بشويه كده يعني بعد ما ياخد دقيقه نص ساعه على النار كده بحط الملح الاخر. اي حاجه لحمه فراخ اي حاجه تعودي تحط الملح في الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. مش حشية كويس قوي لازم يكون ايه كده حشو خفيف عشان يستوي معاكي والرز اللي فيه كمان يستوي.
الصغيرة دي المدورة، الكبيرة المدورة دي هتطلع كحك مدورة. صغري تقطيعه شوية، صغري كده تبقى جميلة صغيرة اهي، تقطيعها صغيرة بس كده بقى. ما يغلي هوطيله، هوطي عليه اهوت، اول ما يغلي هوطيله، بيغلي هوطي عنه النار بقى واسيبه لما يستوي. الله لا قوة الا بالله، اللهم صل على النبي. شايفين الممبار ولا صبعة فتح فرط ولا اي حاجة اهو، ولا اهو كلته سليمة اهوت. البصلاية اللي انا حطها او زي ما حطيتها اهو، والرز استوى بقى جميل دلوقتي. شفتوا بقى دلوقتي لقيته استوى، ابتدي بقى نشيله. ابتدي بقى نشيله واحط زيت عشان ايه احمر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الزيت في الطاسه اهوت، هنزل بقى بيه. بسم الله الرحمن الرحيم، هسمي الله كده، هنزل بقى احمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. الله، اللهم صل على النبي. شايفين الريحة طالعة جميلة، جامرة لو بتجيب ريحة بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم صل على النبي. اتفضلوا بقى، شايفين الممبار بقى، اعملوا بقى لايك وشير واشتراك للقناة. حبايبي متابعيني على الفيسبوك واليوتيوب، اعملوا اشتراك للقناة مطبخ غادة محمود. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناة.